بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارس رقي الأهلية قسم العام. اليوم إن شاء الله يا أولاد هناخد درس جديد تكملة التيست اللي احنا أخدناه، بيج 63، صفحة 63، صفحة 63، وهي آخر صفحة عندك في الكتاب في التدريبات. أوكي، عندي هنا look and write. look and write يعني انظر واكتب، هتبص تشوف الشكل وتكتب يا بطل. عندي هنا number one، ايه الشكل ده اللي هو بالعربي سلطة، خلاص هتكتب ايه بالانجليش؟ salad. salad تكتب كده salad، s a l a d. تمام. number two، ايه الشكل ده؟ جبن. ايه الجبن؟ معناها ايه بالانجليش؟ cheese. اللي هي تتكتب ازاي؟ تش، صوت تش، سي اتش، يبقى سي اتش اي اي اس اي، تشيز، سي اتش اي اي اس اي، تشيز. طب نمبر 3، نمبر 3 اللي هو ايه؟ الخبز. خبز يعني ايه ان انجلش؟ بريد. ايوه، بريد. بريد نكتبها كيف؟ نكتبها بي ار اي اي دي، اسمها بريد. بريد خلاص، بي ار اي بي ار اي اي دي. طيب نمبر 4، ده شكل ايه؟ العنب. عنب يعني ايه؟ جريبس. جريبس. طب ايه جريبس؟ نكتبها كيف؟ جي ار اي بي اي اس، جي ار اي بي اي اس. طيب نمبر 5 ايه هي؟ موز. موز يعني ايه؟ بانانز. بانانز نكتبها كيف؟ بانانز، بي اي ان اي ان اي اس، بنا ناز، يبقى بي اي ان اي ان اي اس. خلاص، اخر صورة عندي ايه هي؟ نمبر 6، رز. الارز، ارز يعني ايش؟ الارز يعني ايه؟ رايس. رايس نكتبها كيف؟ رايس، ار اي سي اي، ار اي سي اي، رايس. اوكي يا اولاد، السؤال اللي تحت هنا writing capital letters، عايزك بس تكتب لي يا بطل الحرف الأولاني capital. الحرف الأولاني capital، الكلمة مثلا ايه؟ chicken. chicken يبقى سي تكتبها capital. طب number 2، cheese. cheese السي تكتبها capital. number 3، bananas. bananas البي تكتبها capital. number 4، picnic. picnic البي تكتبها capital. طب number 5، grapes. grapes الجي تكتبها capital. number 6، water. water الw تكتبها capital. number 7، salad. salad الاس تكتبها capital. number 8، bread. bread الb تكتبها capital. number 9، fruit. fruit الf تكتبها capital. number 10، chocolate. chocolate الc تكتبها capital. خلاص يا اولاد، خلصنا 63 صفحة 63، يبقى كده احنا خلصنا الكتاب. هنبدأ يا بطل في القاموس بتاعك. اول صفحة في القاموس زي ما انت شايف كده قدامي فاميلي، وبهات لي كده الصفحة اللي بعد ما خلصنا، احنا خلصنا الكتاب خالص، نبدأ بقى في القاموس. اول صفحة فاميلي. فاميلي يعني ايش؟ فاميلي يعني عائلة. فاميلي يعني ايه؟ عائلة. طيب هناخد 6 كلمات. اول كلمة اسمها فاميلي. فاميلي، فاميلي يعني ايه؟ العائلة. طيب الكلمة الثانية grand father. grand father يعني الجد. الكلمة الثالثة grand mother. grand mother يعني الجدة. بعد كده father. father يعني الأب. بعد كده mother. mother يعني الأم. بعد كده brother. brother يعني ايش؟ يعني الأخ. خلاص يا أولاد، يبقى هتقرأ لي الكلمات دي. الواجب بتاعك يا بطل هتكتب ورايا الصفحة 63، تكتبهم وتبعتهم لي إن شاء الله على الخاص، وتقرأ لي بصوتك الجميل ال6 كلمات دول فويس كده، تبعتهولي عشان أعرف إن أنت بتعرف تقرأ الكلمات دي وتحفظهم. أقرأهم مرة أخيرة كده: family، grandfather، grandmother، father، mother، brother. خلاص يا أولاد، goodbye and see you later.